It has been an honor to participate in such a great event. Uh, actually, because we have three language speakers here in uh, the conference. So I'll uh, use my bilingual presentation for uh, Project Raqib. Project Raqib uh, is for election observation uh, for parliament election in Egypt 2011 2012, because we have many phases for election we have three phases in egypt for election next election will be four phases will be the longest election in the history uh, we use the same uh, technique in jordan um, before i start uh, i would like to uh, acknowledge uh, uh, ian from ndi uh, who's working for ndi um, uh, michael because they put me in the right way to make the analysis tool for this project. <applause> أنا هتكلم بقى بالعربي. <applause> <أه> لو عاوزين نعرف إيه الفرق أو إيه اللي هنكسبه لو بين المراقبة العادية وبين استخدام التكنولوجي في مراقبة الانتخابات. أول حاجة لازم نبقى عارفينها إن لما بنيجي نراقب انتخابات لازم بنستخدم تكنيكس للستاتستكس بحيث ان احنا نقدر ان احنا نطلع يعني لما نقول مثلا العينه بتاعتنا ممثله ولا مش ممثله فلما بنيجي نعمل ديبلويمنت للاوبزرفرز ما بنبعتهمش كده خش اللجنه اللي تقابلك واقعد فيها لان ده هيخلي ان اي تقرير احصائي لينا فيه مشكله فبالتالي انا لازم لما اجي اعمل المراقبه التكنولوجيه ان انا بمحدد لكل مراقب بيروح في انهي لجنه في انهي مكان بحيث تبقى العينه ممثله. الكلام ده برضو ملوش علاقه بالنتيجه او بالبي في او كده بس انا لازم لو السامبل بتاعتي معبره انا هقدر اجي اقول ان لو اللجان مثلا فتحت متاخر 5% من اللجان فتحت متاخر انا لو عندي الكونفدنت ليفل بتاعي في السامبل 5% هبقى عارف ان ما بين 0 ل 10% من اللجان فتحت متاخر. فبالتالي دي من ضمن الحاجات اللي بنعرفها. تاني حاجة مهمة إن أنا لو اشتغلت من غير تكنولوجي خالص هتبقى الكوميونيكيشن بلان بتاعتي صعبة جدا، مش هقدر أعرف معلومات الأوبزيرفرز بتوعي، مش هقدر أطلع التقارير والستيتمنتس بتاعتي يوم الانتخاب بسرعة، فبالتالي يعني كل حاجة عندي هتتأخر ومش هتبقى افيشنت. طبعا في برضه تصحيح في رونج اسامبشن ان انا لو انا خدت اوبزرفرز كتيره وحطيتهم مثلا هراقب ب 10000 مراقب ده هيديني نتائج حلوه هي الموضوع مش كده خالص ده يعني هو الكواليتي مش الكوانتيتي لو انا قدرت ان انا اوظف المراقبين بتوعي لو 1000 مراقب ممكن يدوني داتا كواليتي احسن من 10000 مراقب ده البلاتفورم بتاعت رقيب ده الشكل بتاعها أه ده البالوت بوكس عندنا الاوبزرفر بيبعت اس ام اس الاس ام اس دي ثرو الجي اس ام اوبريتورز بيروحوا للاجريجيتور داتا سنتر الاجريجيتور داتا سنتر بيكاش المسجز على اتش تي ام ال بيج المسجز ديت بتكاش, بي بتكاش على اليو ار ال على الويب سيرفر بتاعنا بعد كده وظيفه ال 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 الريسيف سيرفيس انها بتنسيرت في الداتا بيز زي ما يكون جالك ايميل بالظبط عندنا تيبل اسمه إيمبوكس في الـ في الداتابيز ديزاين بيكاش فيه المسج بعد كده المسج ديت بتخش على سيرفيس ثانيه ده كده في المنطقه الجراي ديت عباره عن الداتا سنتر بتاع الاوبريشن روم البارسر ده باختصار شديد هو اللي بيعمل اناليسيز للايه للمسج اللي جايه بيتشيك على السنتكس بتاعها بيشوف هل هي مبعوته من المكان الصح ولا لا according للسينتاكس بتاع المسج وهنتكلم فيه بعد كده بيكون في عندي هنا مجموعه من الداتا كليركس في الـ في الداتا سنتر الداتا كليركس دول بيقعدوا يراقبوا الفلو بتاع المسجز البارسر بيبعت ريبلاي للابزرفر يقول له المسج بتاعتك صح ولا غلط للسيستم كومبوننت بتاعتنا احنا عندنا في عندنا ريسيف سيرفيس سنت سيرفيس اللي هي بتبعت الريبلايز في عندنا البارسر سيرفيس اللي هي دي الكور بتاعنا اللي هو بيترجم المسج وبيانسيرت في الداتا عندنا الباك اند ودي هوريكم لايف ديمو عليها واللي عندنا ستاتستكس وتابيوليشن وعندنا, وعندنا البابليك ويب سايت ازاي بيتعمل له ابديت والفيجواليزيشن بتاعه السوفت وير ده اتعمل بدوت نت فريم ورك مع مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر وكل الكومبوننتس اللي فيه كانت مبنيه من فروم سكراتش ما, استخدمناش اي تولز جاهزه والتصميم بتاعه انه بيقدر يكونفيجر من انتخابات لانتخابات باستخدام مجموعه من الاكس ام ال فايلز الصغيره قوي بندي شويه نصايح لاي انتخابات لازم نستخدم ريلايبل اجريجيتور لان عدت علينا انتخابات كتيره فعارفين كل المشاكل اللي بتحصل في يوم الانتخابات Uh, yeah. لو خدنا شورت نمبر اللي هو مثلا 1122 فور ديجيت نمبر بيبقى احسن لو هو ديديكيتد ما, ما, تاخدوش مش ديديكيتد لو لان لو مش ديديكيتد ممكن يحصل عليه ضغط ويقع منك يوم الانتخابات uh, لازم نتاكد برضو واحنا متعاقد مع الاجريجيتور ان الاس ام اس كوست بالنسبه للأوبزيرفر وده الاهم بتبقى بنفس الكوست بتاعت المسج العاديه ما تبقاش بريميوم مسج الاجريجيتور الطبيعي بيكاش على يو ار ال زي اللي انتم شايفينها اللي هي جيت مسج وبيديك اسم المسج رقم الموبايل التايم انت مش محتاج اكتر من كده دايما الاجريجيتور في التايب ده وورد وايد بيديك الريبلاي بتاعه الاس ام اس ببلاش وبعدين هم دايما الاجريجيتورز بيبقوا انترستد اكتر في البالك مسجنج واحنا الحقيقه بنحتاج برضو البالك مسجنج ان انت تبعت لمجموعه من الاوبزرفرز اكوردنج لسيرتن كرايتيريا يعني مثلا انا عايز ابعت للاوبزرفرز اللي ما بعتوش الاستماره رقم A فبالتالي بفلتر من الباك اند زي ما هوريكم وتبعت بالك اس اس لكل الناس اللي ما بعتتش تشوف ليه ما بعتوش او تستعجل الرسائل. دايما بنحب نعمل باك اب بلان والحقيقه دي نفعتنا في الاردن لان الاردن ما كانش فيها ريلايبل اجريجيتور بنشتغل على 3 جي مودمز بنعمل لهم لود بالانسنج على مالتيبل لاينز بحيث ان هو كل لاين يستقبل مثلا من 100 150 اوبزرفر بحيث ان انا اقدر اعمل لود بالانسنج ما بينهم ودي بتبقى دايما الباك اب بلان لو الاجريجيتور عمل مشكله وبيتحط في الاستمارات بتاعة المراقبه الباك اب لاينز ديت كنوع من انواع الايه السكيورتي ان لو في حاجه حصلت يقدر يبعت على نمره عاديه بنستقبلها في الاوبريشن البارسر سيرفيس دي بقى هي دي الكور بتاعنا ودي حتى لو يعني لو تخيلنا عندنا الداتا كليرك بيدخل تشيك <applause> ليست او استماره بايده بنعديها على البارسر سيرفيس برضه رغم ان هي ممكن تخش في الداتا على طول بس بحيث ان احنا بنضمن ان احنا عملنا الفاليديشن بتاعنا في حته واحده بحيث لما بنعدل في البارسر سيرفيس بيتعدل في كل السيستم ده السيرفيس عندنا سريعه جدا لانها شغاله على الميموري بتفاليديت السنتكس بتاع المسج بتفاليديت البولنج سنتر والبولنج ستيشن اي دي بتتشيك المسج تايب لان احنا عندنا 3 عندنا 4 مسج تايب عندنا التشيك ليست اللي هي الاستماره اي بي سي اللي هي استماره الاوبننج الفوتنج الكلوزنج عندنا الكريتيكال انسيدنتس عندنا الريزلتس اللي هي ازاي الاوبزرفر بيريبورت الريزلتس هو وظيفته ان هو بينسرت الفاليوز في الايه في الداتابيز بيقبل المسج حتى لو هي مش كامله وبنقدر نديك ستاتستيك هو بتجاوب على كام سؤال من من الاستماره وبيبعت بروبر ريسبونس يعني لو حد بعت مسج غلط بيقول له الغلط فين؟ يعني بيبعت له يقول له ميسنج دوت اوبزرفر كود از نوت اكزيست هكذا. الباك اند موديول ده عباره عن انترنت سايت ده دايما بيبقى في الاوبريشن روم ب بيستخدموا داتا كليركس الداتا كليركس برضو ده مجموعه من الداتا انتري او الـ في الاوبريشن روم بيبقى دايما كل ديستريكتس او جوفرنريت ليها كوريسپوندنج داتا كليرك بيراقب المسج فلو على السيستم وبالتالي دايما هو اللي بيتصل بالابزرفر في الفيلد يقول له انت ليه ما بعتش حاجه او بيحقق معاه الكريتيكال انسيدنت في بعض الاحيان يعني لو لو احنا اشتغلنا ان احنا لازم نفيريفاي الكريتيكال انسيدنت كل واحد بيحقق مع الكورسبوندنج بتاعه في الاوبريشن روم هو بينترفيس بي بي الباك اند موديول بتنترفيس مع البارسر سيرفيس عندنا شويه تولز بتميجر الاوبزيرفر برفورمانس زي الداش بورد فيها ابلاي لمالتي فيلد فلتر يعني ممكن نفلتر بالجبرنريت بس انا بفضل ان اوريكم لايف ديمو هيبقى افضل من كل الكلام ده شكل الباك اند انا همشي بسرعه بس عشان اوريكم اللايف ديمو ده الاستاتستكس موديول ده جزء احنا حاطينه جزء من الباك اند بس هو ممكن يتفصل ده uh, في الداشبورد في الكريتيكال انسيدنت سامري في التابيوليشن بتاع الفوتس ال اللي جايه من ال من الفيلد ده شكل الاستاتستكس بنيجي للمابس ده عندنا برضو ده شكل المابس في الديبلويمنت دي الديبلويمنت ماب بتاعت المراقبين دي الكريتيكال انسدنت ماب دي الريزالت ماب هنتكلم بقى على شكل الايه البيست براكتس والدروس المستفاده من كل الانتخابات اللي حضرناها لازم نبتدي بدري ستارت early uh, كل ما نجيب داتا كل ما هيبقى احسن يعني دايما في البلد... عندنا مشكله في البلاد العربيه بالذات عندنا مشكله الاكسس uh, للداتا uh, المشكله دي اتحسنت طبعا بعد الثوره فبالتالي كل ما اجيب داتا يعني على سبيل المثال لو انتوا جبتوا الداتا بتاعه تونس ستيشن باي ستيشن لكل الانتخابات اللي هي هتتم انت هيبقى عندك بالنسبه للخ... للخبير الاحصائي او الاستاتيشن كنز من المعلومات لان انت تقدر تعمل تيست لللايف لل... ل فاليد الداتا دهيت. ممكن وانت بتعمل تريننج للاوبزيرفرز بتبريبير تيست سيرفر بيتست عليه الاس ام اس وانت ماشي يعني كل ما يحصل تريننج الاوبزيرفرز ما بيمشوش يسيبوا التريننج غير لما بيبعتوا بي... اس ام اس ويترد عليهم. برضو من ضمن الحاجات اللطيفه ان انت تعمل كاستمايزنج للبرنتنج ما تطبعش التشيك ليست كده اهوت لا اعمل لها ليبل بالاوبزرفر ليبل باللجنه ليبل بالعنوان البولينج سنتر اللي هيروحوا وهكذا في ان هو بريبير يعني الستيتمنت تمبلتس دي من برضو من ضمن الدروس المستفاده اي ستيتمنت بيبقى فيها مجموعه من ليها تمبلت لو انت عملت التمبلت واستنيت الاستاتستكس انها تديك الارقام كل بتعمله ان انت ممكن تزود بس كريتيكال انسيدنس حصلت فبالتالي الستيتمنتس بتاعتك تطلع بسرعه طبعا عندنا حاجات في ال... بالنسبه للكالتشر بتاعتنا ان بن شويه كودز زي الاي والال ممكن تقلمنيت الكودز ديت ما تبقاش ظاهره في التشيك ليست بتاعتك عشان ما تعملش كونفيوجن للي بيريبورت الاس ام اس دلوقتي احنا عندنا دلوقتي انا عامل تيست سيرفر دي شكل المسج كريتيكال انسيدنت مسج بتبتدي بالاكس واكس دي معناها ان هي حاجه غلط ففيها الاوبزرفر اي دي وفيها البولينج ستيشن اللي كورسبوندنج للObserver ده يعني ما ينفعش انه يبعت من بولينج ستيشن ثانيه وبعد كده فيها الانسيدنت كود يعني عندنا مثلا الكود A ده اللي هو منع فريق المراقبه الكود B طرد فريق المراقبه وهكذا حسب الديزاين بتاع الكريتيكال انستنس لو حد عايز يجرب الرقم موجود اللي هو 913 66017 وبيبعت بالكودز اللي موجوده يعني عندنا كود 11001 الكورسبوندنج بتاعه بولينج uh, ستيشن 43 وهيجي له اوتو ريبلاي ولو بعت غلط هيجي له برضه اوتو ريبلاي. لو جينا للشكل التشيك ليست التشيك ليست uh, بتبقى فيها سكيلر uh, كويستشن فيها يس yes ونو no", فيها Uh, values uh, من ضمن الحاجات اللطيفه ان احنا في ال values question حاطين limits upper limit lower limit بحيث لو المسج عدت الابر upper limit يعني على سبيل المثال سؤال زي كم عدد الاصوات في uh, الصندوق الانتخابي uh, uh, هو في كل الدول مثلا بيحطوا ليميتيشن مثلا 1000 عندنا في مصر او 1200 لو اوبزرفر بعت 3000 يبقى المسج اكيد غلط فبالتالي بنعمل عليها فاليديشن ده بتبتدي بالفورم الليتر اللي كورسبوندنج كر... اللي كر... اللي للفورم اللي هو A بعد كده الاوبزيرفر اي دي بعد كده البولينج ستيشن بعد كده كود السؤال اللي هو الكويشن كود والانسر بتاعته. سواء الانسر دي كانت نيوميريك او كانت فاليو اكوردنج للسكيل. نيجي بقى للرساله اللي هي اللي هي بتعمل الشو في الاخر. اللي هي بتاعت الريزالتس. طبعا دايما الميثودولوجي دي بيزد على ان المراقب ما يسيبش اللجنه. بنحاول برضو نغري المراقبين ان هم عمرهم ما يسيبوا اللجنه يستك في اللجنه ما يخرجش منها غير لما يحصل الفرس. بيجي بعد كده ال ال دي اللي هي الفورم اللي هي بتاعت ال ال كانديديت او الاندفيدوال ليهم مسج تانيه. برضو نفس الحكايه <تصفيقية> وبنستخدم الاستريك كسيبريتور ما بين عدد الاصوات ورقم القايمه او رقم الكانديديت دي اول شاشه الانترفيس بتاعنا سهل جدا هو احنا عاملين النظريه كان عندك اول ما بتبتدي الصبح بتلاقي كان في كوبايات فاضيه و... ونيفر الفلو بتاع المسجز بيجي بتتملي الداتا جوه الايه الكوبايات فدي الكورسبوندنج اي بي سي دي ديت الفورمز وظاهر لك كل معلومات المراقب بالسوبرفايزر بتاعه باللجنه اللي راحها وهكذا عندك العلامه اللي هي الكويشن مارك معناها ان هي انكومبليت ولما بيقف عليه يقول له كام يعني ده بعد 19 من 20 وتقدر تعمل فلتر حسب الستيتس بتاعه الفورم او نوع الفورم او حسب لو عندنا في مصر بيبقى في عندنا الفيز دي شكل الداشبورد عندنا بعدد الكريتيكال انسيدنت اللي بيطلع دي الداشبورد دي دايما يوم الانتخابات بتابديت اوتوماتيك كل شويه بتريفرش حسب الفلو بتاع المسجز وبيديك برسنتج لايف للايه؟ لكام واحد بعت من العينه بتاعتك اللي انت عامل لها ديبلويمنت. ده شكل الكريتيكال انستنت سامري ده عباره عن سامري بالجفرن ريت او بالمكان ممكن تخليه بالديستريكتس زي ما انت عاوز بعدد كل انسيدنت حصل في المكان دهوت. ده, ده شكل الاستاتستكس بالنسبة للأوبن مثلا ده تايم أوبن كويشن بيديك برضو بريك داون للي جان فتحت قبل الساعة سبعة بعد الساعة سبعة وهكذا كل الحاجات دي على فكرة ليها في الباك اند بيزك انتيتيز بتدخل بتعرف بيها الاستمارة كلها آخر اليوم بتلاقي جاية لك النتائج والسيستم لوحده بيعمل تابيوليشن ويجمع الأصوات لكل قائمة أو لكل مرشح ويديك بريك داون مين اللي سابق في عدد الاصوات و يعني السيستم بيبقى سابق اي حد ممكن يجمع لان لو الاوبزرفر كانوا كوميتد ان هم يبعتوا الاس ام اول ما النتيجه بتطلع بتاعه كل لجنه بتلاقي نفسك ان انت اول واحد بتجمع عدد الاصوات. ده شكل برضو النتيجه فردي ده شكل برضو مين سابق من المرشحين الفردي وهكذا. انا دلوقتي لو حد عايز يسال سؤال انا ولو حد عايز يجرب الاس ام اس الرقم اهو الرقم 913-66017. شكرا او في مسجات ابتدت